قبضة رجال الأمن. مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام عاملات واستيلائه على مبالغ مالية بلغت 1,500,000 ريال. تم القبض. مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب حوادث جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي وادعاء مساعدتهم واستبدال بطاقاتهم بأخرى وإجراء عمليات سحب نقدية استولى من خلالها على مبلغ 47,000 ريال. تم القبض. مواطن اعتدى على مقيم بطعنه بآلة حادة بحوزته ومحاولة سلب هاتفه النقال. تم القبض. مقيم من الجنسية التشادية قام بسرقة 10 مركبات وتورط بارتكاب عدة حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية. تم القبض. 5 مواطنين ارتكبوا عددا من الجرائم تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية مستخدمين في ذلك 3 مركبات مسروقة. تم القبض. 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية المصرية قاموا بتمكين أفراد خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية تم تفعيلها بطرق مخالفة لتنفيذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة استولوا من خلالها على مبالغ مالية وضبطت بحوزتهم 49 شريحة. تم القبض. 6 مواطنين قاموا بسرقة 6 مركبات وسرقة مجوهرات من محل ذهب. تم القبض.